لما سلم الإمام اندفع عشرات المصلين خارج المسجد. كان مكبر الصوت يصدح بالأدعية التي تختتم بها الصلاة. وفي جوار المسجد عند بابه الرئيسي ومن حوله انتشر الباعة المتجولون الذين يعرضون بضاعتهم على عربات وعلى الرصيف. عم الأبيض المشهد حول المسجد. نحن في يوم جمعة في نوفمبر من العام 2005. كان الحاج عبد الرحمن المكناسي في جملة المصلين الخارجين من المسجد. في الرصيف المقابل سيارة فورغون برتقالية اللون فتحت أبوابها الخلفية على مصراعيها. في الداخل وقف رجلان، وعلى حافة الباب وبجوارها اصطفت قنينات من سعة 5 لترات وقد ملئت بزيت الزيتون. في قفتين زيتون أسود تتخلله بضع ورقات. كان أحد البائعين ينادي بزيتون قال إنه جاء به من تونات، وكان يقسم بأنه أشرف شخصيا على عصر الزيت التي ملئت بها تلك القنينات من سعة 5 لترات. الأكثر فضولا بين الزبائن لا شك رأوا في عمق السيارة برميلا أخضر كان أحد الرجلين يرفع غطاءه من حين إلى آخر ليملأ قنينة أو قنينتين. يفعل ذلك ليقنع الزبون بأن كل الزيت المعروض هو من نفس عينة الزيت الموجود في البرميل الأخضر. مثل هذا المشهد المألوف في الأسواق الأسبوعية في فصل جني الزيتون صار مألوفا حول المساجد عند الخروج من صلاة الجمعة. اقترب الحاج عبد الرحمن وصار من المتحلقين حول الشاحنة. منهم من يشتري وأغلبهم يبدون تريثا، حتى إذا ما اشترى أحد الواقفين بجوارهم وأحسوا بما قد يكون حرجا اشتروا. يتكرر المشهد كل صلاة جمعة إلا أن تكون السلطات المحلية قد نظمت حملة لمنع الباعة المتجولين من عرض بضائعهم حول المسجد. استقر الحاج المكناسي بمارتيل منذ عدة سنوات في منزل له قريب من ذاك المسجد في شارع تطوان. الرجل الذي يقترب من إنهاء عقده السابع أمضى سنوات طويلة في مصلحة البريد بتطوان وشفشاون. كان يعيش مع زوجته وحيدين بعد أن تزوج أولادهما واستقروا في إسبانيا وفي الرباط. كان بائع الزيت يقسم دون أن يرغمه أحد على ذلك بأن الزيت طبيعي غير ممزوج ولا مغشوش. في جانب من حافة الفورغون صحن صغير وقطعة خبز لمن أراد أن يتذوق قبل أن يشتري. طلب الحاج عبد الرحمن من بائع الزيت قنينة من سعة 2 لتر. لم يكن يرغب في المجازفة بشراء كمية أكبر لأنه لم يكن موقنا بأن الزيت المعروضة أمامه صافية كما يزعم بائعها. أخذ القنينة بعد أن لفها التاجر بكيس بلاستيكي ثم مضى إلى منزله. كانت أناقة هيئته مكتملة بعصا بها نقوش فضية يتوكأ عليها. لما بلغ باب منزله وفتحه فاجأه أحدهم، كان يزاحمه ويدفعه إلى الداخل، كاد يسقطه أرضا. أمسكه من جلابته وصار يهزه بعنف. سمعه يقول: سأقتلك إن لم ترد علي أرضي، سأقتلك. لم يكن ذاك الوجه المائل إلى سمرة يعني له شيئا، لا يعرف الرجل وربما لم يره من قبل، لا يذكر في كل الحالات. أرسله ثم مضى. قبل أن يخرج قال: سأعود إليك يا ولد المريزق. قال الرجل تلك الكلمة ثم اختفى، وما قاله أيقظ في داخل الرجل السبعيني ذكريات غابرة. ولد المريزق، لا أحد يعلم له ذاك اللقب إلا من جايله أو عاش في قريته في أيت إدريس. أحس الحاج عبد الرحمن بانهيار، جلس على السلم يسترجع أنفاسه، يكاد لا يصدق الذي حدث. بينه وأيت إدريس أمد يظنه بعيدا، هو لم يعد إلى القرية منذ أن باع كل ما آل إليه من أرض شاع أنه ورثها عن والده المريزق الذي توفي في 50ات القرن الماضي. لم يعلم له أخ ولا أخت. كان في عائلته من يذكر أنه كان للمريزق ولدان، وأن أحدهما اختفى منذ زمن بعيد إذ انخرط في الجندية ومضى إلى فرنسا مع تلك الطوابير العديدة لمحاربة الاحتلال النازي. منذ ذلك التاريخ لم يعلم خبر للشاب الذي قيل إن اسمه العربي. تلك أسرار لم يكن يعلمها أحد،
ولا يظن الحاج عبد الرحمن أن في الأحياء من عائلته من يعرفها. لما هدأ قليلا عاد ليتساءل من هو الرجل الذي تجرأ عليه وأمسك بخناقه. صعد السلم ودخل الصالون واستلقى عليه. كانت زوجته في المطبخ تضع آخر اللمسات على قصعة من الكسكس. على مدى السنين الخمسين من زواجهما لم يحدث لها ذكرا في يوم من الأيام عن قصة العربي ذاك الذي كان شقيقه الأكبر. كان خلال سنوات طفولته يسمع والدته تتحدث حين يكون والده غائبا عن ولدمهاني. سيعي بعد سنوات طويلة أنها كانت تقصد ذاك الذي ذهب إلى الحرب ولم يعد. سيعي أنه كان شقيقه من الأب. الآن صار السؤال أكثر إلحاحا، من هو ذاك الرجل الذي هدده؟ هل يبلغ الشرطة؟ هل ينتظر أن يعود ثانية؟ حاول أن يكتم ما يعتمل بداخله. تناول الكسكس مع زوجته وكما عودها لم يفتأ يثني على لذة ذاك الطبق، هو يعلم أن ذلك يرضيها. نهض من قيلولته، في الحقيقة لم يغمض له جفن، وإنما ظل مسترخيا يحاول أن يجد رابطا بين ذلك الماضي البعيد وهذا الذي ظهر فجأة ليذكره باسم نسية، ولد المريزك. مضى إلى المسجد لصلاة العصر. كان الجو غائما والحرارة تميل إلى الانخفاض، ولعله ظن أن الرجل سيأتي إليه أو سيعترض سبيله. لا شيء من ذلك حدث. مر شهر أو ما يقرب من الشهر، وبينما كان في مقهى قريب من المنزل جاء إلى طاولته رجل سرعان ما تذكره، كان هو نفسه الذي اعترض سبيله. بدأ أقل غضبا من ذلك اليوم، جلس إلى الطاولة دون ما استئذان، نظر في عيني الحاج وقال له بصوت فيه ما يكفي من الخشونة: هل تذكرتني؟ أنا لا أعرفك، أنت الذي هاجمتني في باب بيتي، من أنت؟ ظل يحملق فيه، كانت تكسو وجهه لحية غزاها الشيب في غير ما انتظام، وعلى رأسه طربوش يحمل علامة للملابس الرياضية. أنا؟ ألا يذكرك وجهي بأحد؟ لا، لا يذكرني بأحد، من أنت؟ عاد الرجل ليحدق فيه: كيف سمحت لنفسك أن تبيع الأرض دون أن تسأل عن أخيك؟ عمن تتحدث؟ أنت تعلم جيدا عمن أتحدث. في المرة السابقة تعمدت أن أذكرك باسم أبيك المريزق، علك تتذكر. ما الذي تريدني أن أذكره؟ تبدو عصي الفهم، ألا تذكر أخاك؟ ليس لي أخ، ولم يكن لي أخ ولا أخت. صمت قليلا ثم أضاف: وأحسبك أخطأت العنوان. لا، لم أخطئ العنوان، سأخبرك، أنا ابن العربي ولد المريزق. التفت إليه بعدما كان يتعمد تجاهله: العربي ولد المريزق؟ العربي ولد المريزق ذهب إلى الحرب ولم يعد. لا، أبي عاد من الحرب، لم يعد إلى أيت إدريس لأنه خجل من العاهة التي لحقته. كان يتوقع أن يسأله الحاج عبد الرحمن، ولما لم يسأله وإن بدا يبدي اهتماما بكلامه واصل: في الحرب فقد ساقيه، صار مقعدا واستقر في القنيطرة. قبل أن يموت حدثني عن عائلته: كان يعلم أنك تعمل في البريد، أظن أنه التقى شخصا ما أبلغه بأنك صفيت كل ممتلكات المريزق في أي تدريس. كان يحس بحزن عميق كلما أتى على ذكر ذلك. كان الحاج عبد الرحمن يصغي بمزيد من الاهتمام، ولعل عيناه همتا بدمعة. سكت الرجل، ولما رفع الحاج عبد الرحمن بصره إليه وجده ينظر إليه. أقل قسوة كانت نظراته هذه المرة. متى مات والدك؟ منذ 15 عاما. سكت ثم استأنف الكلام: اعذرني إن كنت تعاملت معك بقسوة في المرة السابقة يا عمي، لست أدري لما تصرفت بتلك الطريقة، لعله طول البحث عنك. نهض وقبل رأسه، جذبه الحاج عبد الرحمن إليه وعانقه بحرارة. كان الرجل الولد الوحيد للعربي، الابن المفقود للمريزق الذي كان يحسب له حساب في قريته بأيت إدريس. سيعلم أن شقيقه
استقر بالقنيطرة وأنه تمكن من شراء مزرعة محترمة في منطقة الغرب يتولى تدبيرها ولده ذاك واسمه عبد القادر. سيعلم أيضا أن شقيقه خلف 3 بنات هن متزوجات ولهن أحفاد. قلب الحاج عبد الرحمن دفاتره القديمة. في أوراقه ملكية أرض لم يكن قد باعها في أيت إدريس، كانت كل ما بقي هناك من أملاك والده، سلمها بوثائق عدلية إلى عبد القادر وشقيقاته، وبعد أشهر ترجل ورحل.